حرة حبيبتي؟ خير مساء الورد والياسمين والازهار كلها. يا قمرايا اللي منوره كل المهرجانات المجتهده، انا مش عارفه ما شاء الله، يعني بتجيب الطاقه دي ازاي؟ النجاح مش بس بيصنع نجومية، الحضور بتاعك في كل مهرجان بيبقى لوحده وردة، بوكيه ورد كامل. ما شاء الله عليكي درة، ما شاء الله. حبيبتي ربنا يخليكي، ميرسي، شكرا. مناسبة التليفون هو انه النهاردة عندك فيلمك ان شاء الله العرض الخاص، كلمينا عنه، كلمينا، الف مبروك، كلمينا عنه. فيلم يوم وليلة النهاردة إن شاء الله العرض الخاص، بقول لكل الناس إن هو من بكرة 6 يناير، يعني بكرة هيكون الفيلم موجود في جميع قاعات العرض، ثلاث العرض في مصر، يعني جميل، في جميع السينمات، فروحوا اتفرجوا عليه لأنه فيلم بجد، يعني فيلم فيه قصة وفيه يعني قصص شبه الناس أو الفئات اللي ما بنتكلمش عنها كتير دلوقتي في السينما. حلو قوي. موضوع واقعي اجتماعي، يعني فيه طبعا ممثلين وكاست جيد، يعني خالد النبوي واحمد الشاوي وحنان الطاوع، ما شاء الله، لا 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 كاست عظيم، المتألقين جدا. دورك بقى، دورك ايه الجديد؟ يعني مفاجأة شوية، فانا مش عايزة احرقه قوي. عشان نروح يعني فعلا جديد عليا ومختلف تماما، مختلف عن درة في الحياة أو درة الشخصيات اللي عملتها أو كده، وأنا دايما ده اللي بحبه، يعني إن أنا أعمل حاجة مختلفة تماما. والحمد لله الفيلم اتعرض قبل كده في مهرجان مالمو، واتعرض في مهرجان المغرب، كان فيه إشادات كبيرة والناس حتى يعني تتفاجئوا بالدور اللي عاملاه هي. ميرفت هي ممرضة غلبانة يعني، وهنشوف بقى يعني ايه اللي هيحصل. هو يعتبر من النوع الاجتماعي يعني. هو من النوع الاجتماعي. الف مبروك ليكي والخالد وفيشاوي وحنان. اتمنى ان انت تشوفي الفيلم ونعرف. طبعا يعني طبعا. درة عندك مسلسل تلفزيوني لرمضان تقريبا؟ لا مش لرمضان، انا كنت مخلصه لسه مسلسل بلا دليل، واتعرض الحمد لله. حلو قوي. عمل نجاح كبير وعمل اصداء حلوه قوي، كان 45 حلقه، ويعني انا مبسوطه بالنجاح اللي هو عمله. والحقيقه يعني مش حابه، يعني السنه دي مش هيكون في مسلسل في رمضان. لسه بدري، لسه بدري، بس لسه بدري يعني. بدري بس. لا بصي، لو جالك عرض هتقولي لو حلو، مش هتقدري تقولي لا، احنا متعودين. لا 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 لا، لازم الواحد يقدر يقول لا ويقدر يقول ويقدر يقول يعني، الا لو حاجه ما تتسابش طبعا. حاجه يعني فعلا حلوه جدا جدا وهتضيف، ودور هيضيف وكده طبعا هعمله. ولكن يعني غالبا غالبا انا بصراحه بقيت احب يعني انتقي قوي، وطبعا يعني واخد برضو الواحد يعني يكون موجود، بس ظهوره يكون برضو محسوب شويه. صحيح يعني. صحيح صحيح صحيح. درة اسعدتيني جدا يا قمرايا. خليكي حبيبتي، اهو بوسه على الهوا. وانت طيبه وشكرا، ويا رب كده النهارده عرض موفق والفيلم يلاقي نجاح كبير.